والله كائناتي كانت يعني بلا بطن يعني حقيقة. يعني السنوات الماضية كانت مشحفة. بس أنا صار لي كرش مع الخمس سنوات الماضية. يعني كرش العز والدلال أنا أعتبره هذا. من الكسل، من الطراوة والرخاوة، من أكل اللحومات والسمك والسلمون. كائناتي أيضا أصبح لها كرشان. عايشة في بطر بعيدا عن أوجاع العالم. صنع لنا الفخار، زينا، كتبنا على اسم سبهان هذا في الكيشان الجميل. أخذوا الفخار كسروا، ولن يعاد بناء الفخار مجددا. بالمثل الشعبي، لوحتي هنا عندي أنا في قلبي في ضميري، والآخرون نقول لهم فخار لتسر بعضهم.